الكاف قد عاقب الجزائر على الفعايل ديالها، ولكن الجزائر قد نسحب لك من بطولة كرة اليد العربية اللي منظمة في المغرب، وكتقول والله لا لعبت مع المنتخب المغربي بهذا التوني اللي فيه الخريطة ديال المغرب، ولكن فوز القجع كيرد عليهم بقوة وما قالش عليهم بالمرة. كما عارفين ان هاد الايام مبلبلة بين المغرب والجزائر، المغرب عرف نقطة الضعف ديال الجزائر، نقطة الضعف ديالها هي الخريطة ديال المغرب، يعني فوزي القجع عرف كلمة السر اللي عيفقص بها العديان، ودابا خريطة المغرب هي اللي عاد قهر العديان، فين ما كانت شي تظاهرة، وفين ما كانت شي مناسبة غادي يدير الخريطة ديال المغرب، اه سيدي في جميع التونيات وفي جميع المسابقات، حيت المغرب تعلم بزاف في القضية ديال نهضة بركان والحقرة اللي تعرضت ليلى، وفي هاد الفيديو غادي نعرفوا التفاصيل كاملة، غادي نعرفوا جديد قضية نهضة بركان والاتحاد الجزائر شكون اللي غادي يخرج رابح في هادشي، وغادي نعرفوا مال المنتخب الجزائري لكرة اليد علاش انسحب، وغادي نشوفوا الكاف واش غادي عاقب الجزائر اه ولا لا. في هاد الفيديو غادي نعرفوا كلشي، ما عليك غير تكمل معايا الفيديو حتى الاخر. اذا كنتي مغربي خصك دير لايك وتكمل الفيديو حتى الاخر ودير هاشتاغ الصحراء مغربيه وديما مغرب، هادشي كامل ديرو وبقى معايا حتى الاخر. ولكن قبل ما نبدا خوتي قولوا لي واش جات معايا التقريعه، هاد التقريعه درتها في الكلاسيكو، الناس اللي كتبعني دائما عارفين، كنت انا رشحت البارسا تفوز ولكن البارسا خاطرات وانتم ما كتشوفوها. قولوا لي اخوتي واش ندير الفيديوهات بالتقريعه ولا الفيديوهات بالطاقيه، قولوا لي اخوتي في التعليقات غادي نخوض الراي ديالكم، بقى معايا حتى الاخر. قضيه المغرب والجزائر هي قضيه حامضه ديال بصح، ماشي دابا وصفره، منذ البدايه من الايام ديال الحسن الثاني والايام ديال حرب الرمال، والله ينجينا من الحرب. المهم في حرب الرمال في 1963 نضت حرب بين حدود، المهم ترونت صراحه، ولكن شكون اللي خرج رابح؟ هو المغرب. المغرب فازت في هذه الحرب، ومن ذاك النهار والجزائر هي ضدنا سياسيا واقتصاديا ثقافيا كرويا حاليا، من ديما كاينه الفتنه، خصوصا الفتنه ديال فرنسا، فرنسا هي اللي شعلت الميتشه بيناتنا ملي جات احتلتنا، والمغرب دار غير خير، دار غير خير باش يحرر الجزائر، وانتم كتشوفوا كنا الضاق صراحه، دار خير في خوك داكول العصا. ولكن مؤخرا الصراع بين المغرب والجزائر نقص ديال بصح، وملي دخلت 2019 ملي جا عمي تبون والامور هابطه، ملي انتخبوا على عمي تبون اول حاجه دارها هو قطع الحدود، قال لك ما غاديش تبقى الحدود بيننا وبين الجنوب، حتى المغرب ما بقاش كيقول لك، يقول لك الجنوب. المهم دابا خلينا بالسياسه واجينا الكره، فوقاش الجزائر ضدنا وديما واقفه ضدنا منذ ان تاهل المنتخب المغربي لدومي فينال نصف نهائي كاس العالم وهي ضدنا. اول حاجه دارتها هي وكلت العصا الدراري ديالنا المنتخب المغربي اقل من 17 سنه اللي كان في بطوله كاس العرب اللي منظمه في الجزائر، الجزائر كل الضغط ديال بصح في الفينال، ولكن مورا عام تنظمت كاس افريقيا في الجزائر اقل من 17 سنه وحنا كنا طيرنا الجزائر وتاهلنا للفينال في وسط الجزائر، ولكن في الاخر السنغال كدي اللقب. وملي جات بطوله الشان عاوتاني في بدايه 2023 عاوتاني طيحوا بينا، قال لك المنتخب المغربي ما غاديش يدخل، اذا دخل غادي يدينا البطوله، يعني ما خصوش يلعب هذه البطوله، حيت المنتخب المغربي المحلي اكثر منتخب فوز بهذه البطوله، الجزائر ما خصهاش تشارك المنتخب المغربي باش ما تفوزش. واول حاجه دارتها قالت ان المغرب ممنوع تخلي للجزائر، يعني خاصها تمشي اسبانيا ايطاليا من ايطاليا تونس من تونس للجزائر، ممنوع تدخل ديريكت، وداكشي اللي كاع وعصب الجامعه الملكيه المغربيه ودار النفس في راسو وقال لهم غير ربحوا بديك البطوله، والمغرب انسحب من ديك البطوله، يعني الجزائر هي سبب انسحاب المغرب من كاس الشام، يعني بطولة كاس افريقيا للمحليين. المهم في هذه البطولة السنغال اللي داتها عاوتاني في الفينال بين الجزائر والسنغال، والسنغال دات تالم من هنا، دات تالم ضربات الترجيح، حتى الفرق المغربية ملي كنمشي تشارك في الجزائر كتعرض للظلم، لا من الجمهور لا من النظام، ولكن مؤخرا ملي مشات النهضة البركانية للمطار الهواري اللي كاين في العاصمة، أول حاجة دارها النظام هو فتش اللعابة، ودالهم المتاع ديالهم وخلاهم 24 ساعة في المطار محبوسين تماك، بحال الشغل ديال امن المطارات. المهم نهضت الروينه في الفيديوهات اللي فات عودتكم هذا الشيء، والاتحاد الافريقي رسل ايميل للاتحاد الجزائري باش يوقف هذا الشيء ويرجع المتاع نهضه بركان، ولكن الجزائر قالت لك لا سيدي والله ما غادي يلعبوا بهذا التيشيرت، وداك الشيء اللي كان نهضه بركان ما لعبوش بديك التيشيرت، حيت الجزائر جابت لهم واحد التيشيرت كيدير 10 دراهم 15 درهم جوطيه، تيشيرت ديال بلاستيك، تيشيرت ما ساوي والو، تلبسو تجيك الحكه. المهم داك الشيء اللي كان اخوتي نهضه بركان كتنسحب، والحكم كيزيد مع اتحاد العاصمه، اعلن ان نهضه بركان خاص ضرب 3-0 مع اتحاد العاصمه، ولكن الكاف ما سكتش على هذا الشيء وقال لك لا سيدي. في اخر بلاغ ديالو قال يا عاد تعاود المباراه في شي دوله اخرى من غير الجزائر، ونهضه بركان غادي تلعب بالتوني ديالها دائما، واذا ما وافقتش اتحاد العاصمه غادي نفرضوا عليها عقوبات وغادي نطيروها، يعني اذا ما وافقتش تلعب اتحاد العاصمه مع نهضه بركان من ديك التوني وخارج الجزائر غادي يقصيو اتحاد العاصمه، ونهضه بركان غادي تتاهل النهائي. نار يا خوتي، العالم كامل معنا الا الجيران ضدنا، والمشكله حتى اليوم المنتخب
لكرة اليد في بطولة العربية اللي منظمها المغرب حتى هو انسحب بعد ما القرعة جابت المغرب والجزائر نادي على قضاء. سبب الانسحاب هو أن منتخب كرة اليد غادي يلعب بالتيشورت في الراية المغربية عاوتاني، يعني فوز القجع عرف الكود ديال الجزائر. الكود هو الراية المغربية أو الخريطة المغربية. دلعب بهذه الخريطة الجزائر غادي تنسحب. حتى في كأس إفريقيا إذا لعبنا بهذه الخريطة الجزائر غادي تنسحب، وحتى كأس العالم إذا لعبنا بهذه الخريطة الجزائر غادي تنسحب، وحتى في شي مؤتمر صحفي ولا شي مؤتمر دولي إذا دخل فوزي القجاع ولا بوريطة بهذه الخريطة الجزائر غادي تنسحب، يعني المغاربة غادي يخرجوا على الجزائر غير بالخريطة. ونهضة بركان فرشتنا هادشي كامل وعرفتنا أن نقطة الضعف الجزائر هي الخريطة المغربية. ناري أخوتي، تخيل الخريطة ديالنا كتخلع عباد الله. ناري ناري ناري. المهم أخوتي، المنتخب الجزائري رسميا كينسحب من بطولة كرة اليد اللي منظمها في المغرب، والمنتخب المغربي رسميا كيتأهل. باش كيتأهل؟ بسبب الخريطة ديال المغرب. ناري أخوتي، ناري ناري على فرحة. مهم أخوتي، في هذا الفيديو عرفنا التفاصيل ديال القضية، وعرفنا أن نهضة بركان ما خرجتش خاسرة من هادشي، يعني نهضة بركان يمكن لها تعاود المباراة في شي دولة أخرى وتلعب بالتيشورت ديالها. والحكم اللي حسب 3 ديال الأهداف وفوز الاتحاد العاصمة، هادشي ما كاين منه والو، غير الحكم حسبه في ديك اللحظة وخاف من النظام والسلام. أما الحقيقة في دقيقة هي أن المباراة غتعاود، وإذا ما تعاودتش غترفض عقوبة على الاتحاد الجزائر، وملي غتفرض عقوبة رسميا نهضة بركان إلى الفينال، إلى فينال الكونفدرالية الإفريقية، وإن شاء الله هاد العام تكون مغربية. وعرفنا سبب انسحاب المنتخب الجزائري لكرة اليد بسبب الخريطة المغربية، والجزائر لكرة اليد طاحوا معانا عاوتاني، يعني غادي يلعبوا ضدنا في الخريطة المغربية وعليها نسحبوا. وشوفوا معايا اخوتي، المغاربة في وسط التظاهرة كيعلنوا الصحراء المغربية وبحضور رئيس الكاف. يا الصحراء المغربية، رئيس الكاف وجاني إيفانتينو كيموتوا في الضحك، كيموتوا على الضحك بسبب خوتنا الجزائر. يا الصحراء المغربية، اوه كتوالي في التعليقات اخوتي الصحراء المغربية. شوفوا معايا هاد المهرش اللي كيقول كيكذب امام الملأ والصحافة ديالهم. شوف، الجزائر وفروا لكم كل حاجة مليحة، والجزائر جابوا لكم تريكوات باسكو على بالكم فين وفروا لنا، فين خلونا في ستافيكا. وراه انه هما الخارطة تاعهم نعرفوها، الخارطة كانت هكا وبها في رمشتعين طوالت. إيه كيفاش طوالت؟ بالك تريكو تاعهم اللي جابوه وريك الخريطة يا المانغول، المانغول كتبوا له اخوتي المانغول، اللي كيكمل معي الفيديو حتى الاخر والله العظيم متابع وفي وكنبغيك صراحة، كتبوا والمانغول هذا، قولوا المانغول كيما نقولوا ما تنشرش مليح، سي با نورمال، الخريطة جاية هكذا صغيرة نعرفوها خريطة المغرب. فين هي الخريطة؟ صح شير صح. علاش طوالت؟ طوالت يعني كاين حاجة انورمال، وكي طوالت جابونا بعرصة طويلة هكذا ماشي معترفة بها في لونو ولا ماشي معترفة بها. وسير صاحبي، شمن ماشي معترف، العالم معترف بينا، نتوما بوحدكم اللي ما معترفينش.